ما الاختلاف القديم هم مو جديد. نعم، وأنت ماذا تقول؟ أنا أسمع كلام العلماء. لا بس أنت لا تقل، يعني أنت عمدتهم أو على صح رأس الهرم. لا ما أقول هم في غنى عن الفتوى. لا بس أنت يعني لا تميل. طيب لا ماذا تميل مع من؟ لا يعني أنا أحتفظ برأيي. لا بس مسجله للتاريخ، يعني مو بالضرورة تتبع حتى سجل هذه سجل التاريخ.